السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقع تعدين لسه في يومه الأول يا شباب، ودي إحصائية الموقع. بس قبل أي شيء يا شباب متنسوش تدعمونا بتعليقاتكم ولايكاتكم. إن شاء الله معانا فائز كل يوم ب10 روبل يا شباب، وإن شاء الله كل يكسب معانا لأن المسابقة مستمرة. الموقع ده يا شباب عندكم دي كلها الإيداعات ودي هنا السحوبات، تمام يا شباب؟ الموقع من 5 روبل، الحد الأدنى للإيداع من 5 روبل، من 10 روبل لحد، هنترجم كده باللغة العربية يا شباب عشان يبقى كل حاجة واضحة قدامنا. هنا بيقول لك من 100 روبل 5 على 100، النسبة من 17، من 28 ل 17 في اليوم. هنا الحد الأدنى لمبلغ الإيداع 10 روبل، الحد الأدنى للسحب 1 روبل، رقم المرجع 12، الدخل اليومي لو حطيت 1000 روبل الدخل اليومي بتاعك هيبقى في الساعة، هيبقى 28 في اليوم، هيبقى 170 روبل يا شباب، تمام؟ طريقة تسجيل في الموقع بنحط علامة محفظة البير وبنعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب قدامنا كده من الداخل. عندك هنا صفحة التعدين بتاعتنا اهي شغالة، الخطة المجانية، وهنا أرباحك. بس الأرباح طبعا هتبقى ضعيفة جدا لأن بتبقى الإيداع بيبقى بيتهيألي في حدود 1 روبل يا شباب، تمام؟ هنا تحط المبلغ اللي أنت هتودعه، يعني مثلا لو حطينا 10 روبل هنا بيقول لك في الساعة أرباحك هتبقى 7 روبل، في اليوم 1 روبل و73 سنت غير الخطة المجانية، في ال5 أيام هيبقى 8 روبل، ويعني قول 9 روبل، في ال10 أيام هيبقى 17 روبل، في ال30 يوم هيبقى 51 روبل يا شباب، تمام؟ كده عرفنا. هنحط 10 روبل برضو تجربة وفي الموقع، لسه الموقع بادئ النهاردة. اللي عايز يشتغل يا شباب على الموقع دوت هو إيداع واحد يعمله من دلوقتي، من ساعة نزول الفيديو يعمل الإيداع الأول بيه وما يعملش إيداع التاني، لأن الموقع دي ما تطولش، وإحنا عارفين الموقع ده عقبال ما ياخد وقت وتكون أنت إيه جمعت وديعتك مهما كانت، وتكون أنت كمان استفدت إيه بالأرباح بتاعتك من الموقع. عشان لما الموقع كل ما بيعدي عليه يوم ولا اتنين كل ما المصداقية إيه بتقل، فإحنا نستفاد من المواقع اللي زي دي في أولها. أهو يا شباب كده الأرباح بتاعتي هتبقى في الساعة 7 سنت، وفي اليوم 1 روبل و81 سنت، في ال5 أيام هتبقى يعني قول في 5 أيام أكون جمعت الإيداع بتاعي، في ال10 أيام هيبقى 18 روبل، في الشهر هيبقى 54 روبل يا شباب، تمام؟ بعد كده معانا من هنا السحب. أول ما توصل 1 روبل أهو يا شباب هتخش هنا، أول ما توصل 1 روبل تقدر تسحب من الموقع، هو كاتب لك هنا أهو، هنا رابط او هنا القصه بتاعتك، الايداع والسحوبات بتاعتك هتلاقيها هنا، وهنا رابط الاحاله بتاعك اهو يا شباب. ودي كل حاجه كده عن الموقع. طبعا ال 10 روبل اللي احنا اودعناها اهي يا شباب ظهرت، ظهرت هنا اهو يا شباب الايداع بتاعي اهو، في حد كمان اودع بعديه. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.